أنا عندي مشكلة كمان قريبة يمكن لهالبروبليم هيدا. عندي بنتين، بنت عمرها 7 سنين وبنت 2.5. هلا المشكلة إنه البنت اللي عمرها 2.5 عم بتسيطر على اللي أكبر منها، يعني كمان الصغيرة بتروح على الجاردوري، بتجي كمان على البيت بدها تاخذ غراض أختها وهيك. هلا أنا الكبيرة بفهمها إنه هيدي أختك صغيرة، بس اللي عم بخاف إنه عم تكلها شخصيتها على أختها اللي عمرها 7 سنين، يعني كمان نفس الشيء بالبكي وبالصريخ بتاخذ اللي بدها اياه. بس قد ما عم فهم الكبيره هلا بحسها بتسالني انه طب ليه، انه انا على طول لا قوي على طول، انه ايه يعني انا عم بخاف انه لدرجه انه بتصير بتضربها، عم بتشدها بشعرها، بتنكسها بالقلم، انه المهم تاذيها. حتى تختها بتسبقها على الاوضه انه بدها تنام على تخت اختها. ما بعرف شو الحل، انه كيف الحالة نفسها عند الدكتور، بدكم دكتور كبير. مش هالقد بالضرب، ما بتضرب، بس نفس الشيء كل شيء قالته عم بيصير معي. تعال نروح انا وياك عند حدا نشوف شو بينصحنا. لا رح جاوبك، ليك اول شغله اثروا لي، يعني هيدي قاعده بالبيت. ما تقولي هيك، العالم بفكر انه انت مع، بتعرف بس العاطفه تفوت بالدار. طبعا ما بقعد فيك تكون هيك، يعني بتصير شوي تلعبي. هلا اول شغله كثير بتسهل الامور انه في قواعد معينه مع الكبير ما بدي ازيح عنها. يعني انا جبت مثلا كتاب لصغير وكتاب للكبير، بطبيعه الحال الصغيره بدها تدقن كتاب الكبير، او كوبايه لصغيره، الصغيره ما بدها، بدها تنتج كوبايه تبع الكبير. اول شيء بدك تحفظي انه تقولي لا هيدي لاختي، قد ما بكيت قد ما صرخي قد ما جربت يمكن تخبط على الفوتاي، تخبط على الباب، تعمل هالتنترم. بس ليه ما بقول لهم هيدا لكم تنيناتكم؟ ليه بدنا نفرقهم؟ يعني انا دايما لكم لتنيناتكم. ايه بعمر السنتين سنتين ونص، هالمفهوم اللي انت عم بتقوله هالطفل الصغير ما بيقدر يفهمه، ما بيقدر يخضع لرغبتك انه الشيرينج او المشاركه. لانه منه جاهز لها، لانه بعده بمرحله الانويه او مرحله الانا. هذا الشيء اللي انت عم بتقوله نحن بنقول بهذا العمر انه تنيناتكم، وكثير مهم بهذا العمر، ذكرتنا ابتداء من عمر السنتين بلش اتور دوران، يعني بلش انه انت لعبت فيها شوي، يلا خلص ستوب، هلا دور اختك. هيدا اذا كانت لعبه مشتركه، او اذا كان في شيء لكم تنيناتكم صغير بده يرجع يجرب يسيطر على الكبير وياخذ لعبته. اوقات كثير حلوه قلت لك عم تطلع بدها تخ. خلينا عن جد نشيل المزح على جنب، على جنب تقدر فيك. الموضوع منه صعب مثل ما يعني لا للصغيره بدها تضلها لا، لانه هيدا تخت اختك، انت بتحكم فيك ربع ساعه او 20 دقيقه بكي معني، بس تعرف انه اتسرول انه هيدا تخت انت هلا ما فيك تطلع ما ترد عليها. هلا اوقات تروق الاولاد انه اوكي بتطلع شوي على تختها، بتلعب انت بيها على تختها. كثير مهم قبل اشرح للصغير لما بجيب الاغراض على البيت انه مثلا نحن بنعرف وقت يكون في اعمار هيك شوي بعاد، مش كثير بعاد الاعمار، هول الصغار بنخاف الصغير يحطهم بتمه. يمكن الشوكولا يلي بياخده الكبير على المدرسه الصغير ما بياكل منه، صح كثير قول انه هيدي لاختي، وانت ما فيك، انت جبت لك شيء ثاني وضل على قراري انه جبت لك شيء ثاني. انا بدي اطلب منك فورا من اليوم، من وقتها ما بيجوا من مدارسهم، توقفي برنسيب انه ما عليها اعتياطها ما تبكي لانه هي صغيره. لانه ما تتخيلي هالبرنسيب قد ما بدي قويها على هيدا المفهوم. انا هدفي انه وصل لها فكره انه هيدا مش لإلك، وانت مش رح تنامي هون، هيدي اللعبه مش لإلك، اذا بدها اختك بتعيرك اياها هيدي البوبي لإلك. وهون بدل ما اقول للكبير انه انت كبير بقول له مامي بدك تعيريها البوبي، اذا قالت لي لا بحترم لها رغبتها، واذا قالت لي الايه بقول لها طيب مامي مثل ما بدك لعبي فيها، بس بعد شوي بس تزهقي منها قريها اياها. لو بكيت الصغير بالبيت كمان الفينومين اللي بيصير جذاب انه صغير بالكبير الاناه، يعني الولد الكبير بنعتبره هو الفهمان وكذا، وصغير بالموز وكذا، والكبير ما شافك عندك صراعات مع حدا، هو الكبير ما شافك عم بتعيط على ولد، صغير شافك عم بتعيط على ولد، شاف الصراعات بينك وبين الخي او الاخر، بيطلع اقوى من هيدا المنظار. نحن هيك دايما بقول الولد خبرات كثير معرض لتفاعلات فيها غضب، فيها نرفزه، الكبير ما تعرض لها هالقد. اوكي ناخذ اتصال. بونجور، يعطيك العافية. عندي صبي عمره 9 سنين وبنت 23 سنة، بيغاروا من بعض غيري ما في خبري. الثلاثة وعشرين كمان؟ كلمة صغيرة بشي بيهددني، بدي ينتحر، بدي يقتل حاله، بدي يخبط وبيكسر وبيعمل.
قال بانك مش طبيعي هالصبي وهالبيبروني ما عم بيتركها 9 سنين واكل ما بياكل عصبي وهالقرقيله طالع لي نحتي بالقرقيله 9 سنين قرقيله مني ايه شو عم بصير معي؟ يعني ما بعرف شو بدي اعمل. طيب انا هلا بضربه بالمدرسه طلعوا من المدرسه حطته اتيت للست بجيبه على البيت. اوكي خلص وقتنا بدي اعتذر لمقاطعك لانه بيقولوا لي انه تايم اوت خلص وقتنا. الموضوع كثير بهمني اكيد بهمني سيادتك بهمني ام صحيح بس هو موضوع لوحده ما بدي جاوبك بثواني. خذي رقمي تحت الهواء ورجعي اتصلي فيي وحتى اذا بتحبي تعطينا تيمونياج على الهواء نقدر نعمل حلقه كثير سبيسيال معك لانه الفرق بالعمر حلقه بحد ذاته واللي عم بيصير مع الصبي اكيد بحب تابعه بس ما بقدر ابدا جاوبك بثواني. ما دخل قصه غير افهم كيف الكونتاكت بالبيت يعني اذا اخته كتير بتأرجل مثلا تنقول حرية فعلا مطلقة ممكن يكون بعلدة بس انا بستبعد انه تكون قصة غيرة في فرق العمر هو موضوع لوحده والموضوع الثاني هو كيف بدأت عمل معه هو كسبع عمره 9 سنين يعني دراسة قليلة بعدها بنعود نحن وياك كنا نكمل